صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. على محمد يا رب لا تقطع رجانا. يا رب صل على محمد يا رب نختم بالمشفع. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالي الولي الظالم البعث الوارث المنح السالم عالم الكين والبين والزيل والذاهب يسبح الآفل والمائل والضارئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب ترتيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مختلف متراكم مما إن بك يخرج من بين الصلب والترائب. لا كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل
أنزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأولي له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه وعاتب وهلك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجاة الله ما لا حدك واجب على بل خير من رغب الحجاب هدى حديث سرى باسم الحباب فهدى سكرها عطاف الرجائب صلاة الله وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سهايب صلاة الله ما لا هدف واجب على من رغبا عجائب ومالت للحمى قربا المعالم والمناعب صلاة الله ما لا هدف واجب على من تعجل بالسمام ولا تزوجها فقائد الجوم Yeah.
المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب صلى الله عليه حتى نظر إليك
جبله بلا ستر ولا حجاب. فلما ناوال ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سير المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء انقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم كاجدا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد.